أقامت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية حفل استقبال بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعياده الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة في العام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. جاء ذلك بحضور رسمي وشعبي لافت تقدمهم صاحب السمو الملكي أمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض. وبهذه المناسبة رفع سعادة الشيخ علي عبد الرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى جلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشاد سعادة السفير بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تكامل وتطور ونماء مستمر على الأصعدة والمستويات كافة، في ظل ما تحظى به من دعم من قبل ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة حثيثة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. وأكد سعادته أن البحرين حققت إنجازات عديدة ونجاحات كثيرة في السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، وفي ظل المسيرة المباركة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. احنا سعداء اليوم الحقيقة في حضور وتشريف الحقيقة هذه المناسبة البحرينية، نقول السعودية الحقيقة، لأن البحرين هي السعودية والسعودية هي البحرين. وان هذا المنبر انا اغتنمها فرصة واوجه تهنئتي لجلالة الملك المعظم الملك حمد الله يطول عمره وسمو ولي عهده والشعب البحريني على هذه المناسبة العظيمة وهذه الذكرى، ونسأل أن يجعل أعيادها تتكرر وأفراحها لا تنقطع، وأن يديم المحبة بين المملكة العربية السعودية وبين المملكة الشقيقة البحرين.